السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross الخطايا السبعة. فيديو اليوم راح نحكي عن شغلة جدا مهمة. هلأ يعني اليوم اعتقد او امبارح نزلت، انا هلأ حتى شفتها، بقى خلينا نحكي عليها. بس اول شيء قبل ما نحكي عليها، كنت انا ناوي اسحب مالتي على البانر، هي مالتي المجانية، بس طلع بينهم اوريدي ساحبها. بقيت لحالي خلينا نسحب مالتي، معنا مو نصيحة ابدا تسحبوا على هي البانر، لانه الخبر اللي انا جايب لكم اياه هو خبر جدا قوي وفي ناس كتير 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 ناطرينه، ويمكن اصلا حكينا عليه شي 5000 مرة انه ممكن يجي، واخيرا هلأ بالليكس حاطيننا انه هو ممكن يجي. باخينا نشوف اول شي بالمالتي الثانية حيطلع لنا شي يا ترى ولا لا. حاسس راح يطلع لنا شي، لهلأ ما في شي. اوكي، خلينا نروح بقى هلا على الخبر. الخبر مثل ما انتم شايفين بالصوره هو الانيفرساري. طبعا ما بيعرف انه الانيفرساري اللي هو احتفاليه السنه الرابعه للعبه 7 Deadly Sins راح تكون خلال، المفروض خلال اسبوعين او اسبوعين، ممكن يجيبوها الخميس القادم، مو بكره او مو اليوم لما ينزل الفيديو اللي راح نزله اليوم الخميس، لا ممكن يكون 29 وممكن يكون يعني يوم الاثنين ينزل عنا اللي هو تاريخ 4/3. عرفتوا كيف؟ هذا ممكن يكون تاريخ. طبعا اللي ما بيعرف مين هذا ارثر هو هذا ارثر الفوضى. طبعا هاي الصوره جايبينها من اللي فينوم من السيزون الجديد، بس ارثر الفوضى اللي راح يجي ممكن ارثر اللي كان موجود بالانمي اللي بنهايه سيزون الثالث اعتقد، كان ولا الرابع، سيزون الثالث ولا الرابع اخر جزء، لما بعد ما ينهوا ويتقاتلوا مع ملك الشياطين بيجي هذا الكلب تبع ارثر وبصير مع مارلين، بصير شغلات كتير. انا نسيان بصراحه شو كان صاير هنيك، بس ارثر بيطلع كتير قوي وعنده قوه ما لا، يعني فيك تقول ما لا نهايه. بقى اذا نزل هذا راح يكون شيء جدا رائع. هلا 90% راح يكون شخصيه خصيصا للبشر، بس ممكن يعملوا له لكل شيء، لانه هو ما بعرف اذا لما يصير ارثر الفوضى بيكون ذاته بشري ولا بيتحول لمخلوق غريب او شيء، او يعني جنسه بيتغير. ممكن يحط لك يا انون مثلا مشان يصير مع مارلين، عرفتوا شيء مشان يصير مع مارلين انه هو قوي مع مارلين، عرفتوا كيف؟ ممكن يكون بشري وانون، ما بتعرف، ممكن يعملوا واحد من الشخصيات اللي هو بشري وانون، ما بتعرفوا، عرفتوا كيف؟ لانه هو لما يكون يعني لما الفوضى هي قوه داخل جواته ولا هو عنده اياها من زمان نسيان بصراحه. اكيد بيكونوا بالمانجا حكوا، بس انا بصراحه يعني ما كتير بعد السيزون الثاني بطل المسلسل يعجبني، حتى نص الثاني. هلا في شغله، البشر حاليا قوايا بس مشكلتهم بيموتوا بسرعه مليون، يعني ممكن اي او اي مليون تقتلون، ممكن اي او اي ملك شياطين تقتلون، يعني كتير في شخصيات بتقتل فريق البشر حاليا وبسرعة خارقة، عرفتوا كيف؟ يعني ما عندهم مثلا شخصيات دفاعية كتير او شخصيات بتساعدهم مثلا انه يتلقوا دمج اقل. هلا في هي اللي نزلت يوري، بس بصراحة ما اعتقد يعني الكل عنده اياها لحتى والله لا فريق البشر، ومع هيك يعني اذا كان ضدك اقوى شوي منك راح تفوز، راح يفوز عليك، عرفتوا كيف؟ يعني مو مثلا اذا عندك يوري راح تفوز فريق البشر، لا عندك فرصه انك تفوز فريق البشر، بس الفرق الثانيه لسه فرصتك اكبر بكثير واسهل انك تفوز. بس اذا اجى ارثر ممكن فريق البشر يرجع للتوب، ممكن اذا كان بشري، اذا كان انون راح يرجع فريق الانون هو نمبر 1، مع انه هو يمكن هلا نمبر 3 او نمبر 2 فريق الانون اللي هو فريق الغير معرفين، بقى يعني مو والله تحت بالاراضي، بس فريق البشر فيك تعتبره حاليا من الفريق الثالث او الرابع، لانه فريق مثلا 7 Deadly Sins هو الاول، فريق الشياطين هو الثاني، هذول الاثنين يعني فيك تقول نفس المرتبه، بعدين بيجي فريق الانون، بعدين بيجي الجادس لهلا فيك تستخدمون وفيك تفوز فيهم، بعدين فرق ممكن تكون غريبه شوي الخامس، والسادس ممكن يكون البشر بالترتيب تبع الفرق، عرفتوا كيف؟ اللي هو مثلا يا بتحط اسكانور الاخضر يا بتحط ذوان اسكانور، ذوان اسكانور ساتو سفاح اللي هو التميت اسكانور، بس الاخضر اكثر شيء عم يستخدمه حاليا.
بقى اذا اجى ارثر المفروض يعطوه اول شيء دامج ريدكشن، انه انت لما تنضرب تاكل دامج اقل، ممكن يعطوه شيء مثلا بيرفع له اتش بيه، واخر شيء ممكن يعطوه اياه اللي هو طبعا راح يكون ضربته بتموت. يعني لازم يكون مو دفاعي، لانه ارثرات كلها اللي اجت حاليا ارثرات دفاعيه، شي بيعمل تونت، شي بيرفع الاتش بي، شي بيرفع الدمج اللي انت بتعمله، يعني اغربه سبورت. اما لازم هلا ارثر، لانه ارثر من الشخصيات المحبوبه يعني من بعض، يعني غير السفن ديدلي سينس ومايل مثلا ومارغريت، يعني هو فيك تقول بالتوب 10 من اول 10 شخصيات محبوبه، وخاصه بالجزء الاخير كل ما صار اقوى واقوى والناس تحبه اكثر. المفروض يعني يعطوه حركات، اول شيء بتعمل دمج مرعب، وبسيف بتساعد الفريق، مو بس بتساعده لالو. هلا ما بعرف اذا راح يكون بيساعد الكل، مثلا راح تحطه باي فريق، ولا لازم فريق معين لحتى يكون قوي، هل راح يكون بي في بي وبي في اي، ولا فقط بي في بي بس. يعني هلا هو السنة الثالثة كان مايل، ومايل صح ما كان يعني ما كان سفاح لدرجة ما تتصوروها، بس كان قوي لهلا، قوي يعني صار له سنة ولهلا يعتبر من أقوى شخصيات باللعبة. بقى بدنا هيك شخصية، بدنا ليفل مايل على الأقل. هلا ما حالك مثلا ليفل مليوداس ولا ليفل ألتيميت إسكانور، بس على الأقل بليفل مايل، يعني ليفل مايل ها عرفت؟ يعني مايل وفوق، ما بدنا أقل من مايل. من الآخر. عرفتوا كيف؟ بقى هذا الشيء اللي بدنا إياه من شخصية آرثر. هلا ما بتعرف اذا ممكن، لانه هذا كان تسريب، بكره 7 ديدلي سينس يغيروا رايهم يقول لك ما في، يلا ما في ارثر، خذوا شخصيه عاديه مثل ما مره سووا معنا اعتقد كوين ديان. ممكن ديان العملاقه الفستيفال اجت في انيفرساري، اعتقد يا انيفرساري اليابانيه يا انيفرساري الجلوبال، نسيان بالضبط. عرفتوا كيف؟ بقى كانت يعني هي كانت ديان، مع انه يعني لهلا قويه، بس لما نزلت كانوا الناس يعني شو هاد، ما حدا كان بده يسحب، وما ويا دوب الناس سحبت عليها. بعدين اكتشفوا قوية، ولما اصلا يعني نزلوا تارميل اللينك تبعها لحتى صارت من توب باللعبة، عرفتوا كيف؟ وهلا كمان مع الريليك تبعها كمان صارت اقوى اقوى، عرفتوا كيف؟ يا رب يكون شخصية فيك تستخدمها بالبي في بي والبي في اي، تستخدمها باغلب من اقوى اكثر من فريق. بس هلا مايل كمان كان ما فيك يعني فريقه ملائكة، بقى حتى لو كان فريق بشر على الاقل انه فيك تستخدم وين ما كان، وراح يطول، مو والله مثلا بعد شهر ولا اسبوعين خلاص تحطه على جنب، سحب ثاني تحطه على جنب. ومنيح هيك يعني، الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ان شاء الله في ناس كتير ما سحبت على بانر الكولاب وبانر ديان اللي هلا اجت. بقى جمعوا جيماتكم، بركي هم كمان بيعطونا 300 جيم، بقى ساعتها بصير معكم جيمات كتير وتقدروا تسحبوا على البانر وتطلع لكم اللي بدكم اياه. بس قولي شو رايكم، راح يكون شخص البسيف تبعه شو بدكم اياه يكون، انون بشري، بينفع وين، شو حركاته ممكن تكون بالكومنتات، وخلينا نشوف رايكم. بس هو بكون سنه هذا الفيديو، اذا عجبتكم استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك الفيديو، شوفوا على القناه، شوفوا على اخر فيديوهات ثانيه. مع السلامه.